يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون عظم الله أجورنا وأجوركم ونحن نسترجع الذكرى السنوية لشهادة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وقد تناولنا في الأسابيع الماضية مقاطع من خطبتها المعروفة بالخطبة الفدكية. نتناول هذا اليوم مقطعا آخر بالاستعراض والتحليل. فقد روي أنها قالت في ضمن هذه الخطبة: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم من الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام وذلا لأهل الكفر والنفاق، والصبر معونة على استيجاب الأجر، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام منسأة في العمر ومنماتا للعدد، والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. هذه العناوين التي جاءت في هذا المقطع من الخطبة قد نعالج كل عنوان منها على حدة ونخلص إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بتلك العناوين، ولكن لو أننا أخذنا هذه العناوين مشتركة فإننا سنخرج بصياغة للشخصية المؤمنة كما صورتها الزهراء عليه السلام، إذا أخذنا كل هذه العناوين والمفردات مجتمعة مع بعضها البعض، بحيث أن الإنسان المسلم التزم بهذه العناوين، حينها سترتسم أمامنا معالم الشخصية المؤمنة. تعالوا معي نستعرض هذه العناوين ضمن تركيب هذه الصورة الشاملة لشخصية الإنسان المؤمن. أولاً، هو إنسان ينطلق في الحياة من خلال القاعدة الإيمانية التوحيدية، وهذه القاعدة الإيمانية التوحيدية تجعله يخلص في عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويؤمن مع هذه العبودية أن الله هو رب العالمين. هناك فرق بين أن تؤمن أنه خالق وبين أن تؤمن أنه رب، فربما يتفككان، ولكن في بداية المقطع ونهاية المقطع تبدأ الزهراء عليه السلام بتصوير علاقتنا بالله عز وجل في عنوان العبودية، ثم تختم بتصوير علاقتنا بالله عز وجل من خلال التوحيد في تصور مسألة الربوبية، أي أن الله عز وجل هو الرب المشرع الذي وضع لنا القوانين بما يخلص نخلص به من خلالها
إلى ما يصلح أمرنا، وأن هذه التشريعات وهذه القوانين لم تأتي عبثاً بل جاءت بما يخدم مصلحة الإنسان. ثم تبدأ سلام الله عليها بعرض مجموعة مهمة من التشريعات الإلهية التي من خلالها تصاغ شخصية هذا الإنسان المؤمن، بحيث يكون فعلا محققا لعنوان الإخلاص في عبوديته لله سبحانه وتعالى. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، وفي ختام المقطع وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية. الآن هذا الإنسان المؤمن ينطلق من هذه القاعدة الإيمانية للالتزام بمجموعة التشريعات. هذه التشريعات ليست مجرد أوامر ونواهي جامدة، بل فيها جانب روحي معنوي. هذا الجانب الروحي المعنوي يسقل الشخصية، يقدم لك إنسان متميز. كيف وما هي هذه التشريعات وكيف تسقل شخصية الإنسان المؤمن؟ تقول الزهراء عليه السلام: والصلاة تنزيها لكم من الكبر. أول صفة أن هذا الإنسان المؤمن الملتزم بالإخلاص في العبودية لله إنسان طاهر القلب، إنسان متواضع، إنسان لين في شخصيته، ليس بالإنسان الفظ والقاسي، وهذا يتحقق من خلال الصلاة. ثم تقول بأن هذا الإنسان مترفع عن الماديات، يملك من المال ويملك من المادة، ولكن المادة والمال لا تملكه، لا يتحول إلى عبد للمال والمادة وإن ملك هذا المال، وهو على استعداد أن يقدم من هذا المال ما يخدم به الصالح العام وما يرضي الله عز وجل. والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. رابعا، هو إنسان حريص على أن يكون مخلصا في أعماله الصالحة كما هو مخلص في عبوديته لله. هو مخلص في أعماله الصالحة، بعيد عن الرياء، ولا يوظف الدين من أجل مصالحه الشخصية. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم. هو ليس بهذه الصورة، هو على نقيض هذه الصورة. هو إنسان لا يوظف الدين من أجل مصلحته، بل يوظف طاقاته من أجل خدمة هذا الدين ورفعة هذا الدين. والصيام تثبيتاً للإخلاص، من خلال الصيام تستطيع أن ترتقي في عنوان الإخلاص عندك. خامساً، هو إنسان غيور على الدين، على الإسلام، يريد للإسلام أن يكون قوياً متماسكاً، يريد أن يوظف العبادات الجماعية من أجل توحيد صفوف المسلمين وتحقيق عنوان العزة للإسلام. حريص على هذه النقطة، ولا يحول هذه العبادات الجماعية إلى ممارسات صورية خالية من المعنى، ولا يهمل هذه العبادات الجماعية والحج تشييداً للدين. سادساً، العدل بالنسبة إلى هذا الإنسان المؤمن أساس الحياة، لأن من خلال العدل تنتظم أمور الناس، من خلال العدل تتحقق التنمية في المجتمع، من خلال العدل نستطيع أن نقول أن هذا المجتمع يسير في الاتجاه الصحيح. ولكن إذا كان هناك ظلم بين الناس، وكان هناك ظلم يقع على المحكومين، فحين ذاك مثل هذا المجتمع لا يكتب له الخير. والعدل تنسيقا للقلوب، العدل يقرب الناس إلى بعضهم البعض، فيعطيك مجتمعا متكاملا مترابطا قويا متفاعلا فيما بينه. سابعا، هو مسلم يؤمن بالموقع المتقدم لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرجعيتهم الدينية وفي موقعهم الولائي القيادي
الذي اصطفاهم الله عز وجل للعنوانين معا، في عنوان المرجعية الدينية وفي عنوان القيادة والحاكمية. هذا إنسان يؤمن بالأمرين، لماذا؟ لأنه يؤمن بأن هذا الاصطفاء الإلهي لم يأتي محاباة لرسول الله صلى الله عليه وآله أو لأحد، وإنما لممتاز به أهل بيته من علم ومن حكمة ومن إخلاص ومن تقى تؤهلهم لمثل هذا الموقع، ولقدرة على القيادة تؤهلهم لأن يكونوا في موقع القيادة للمجتمع بما يحقق من خلاله خروج هذا المجتمع الإسلامي من الفتن وبقائه قويا صامدا كتلة واحدة. وطاعتنا نظاما للملة، هذه القيادة والحاكمية، وإمامتنا يعني الإمامة الدينية، وإمامتنا أمانا من الفرقة، لأن أهل البيت كانوا يسعون إلى نفي البدعة عن دخولها في الدين، سواء فيما يرتبط بالقضايا الإيمانية أو في القضايا التشريعية أو في القضايا الأخلاقية أو غير ذلك. ثامنا، هذا الإنسان على أهبة الاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ لأن الدين عنده مقدم على مصالحه الشخصية. أولا ينظر إلى الدين، ثم ينظر إلى مصالحه الشخصية، ينظر إلى الإسلام وإلى عزة الإسلام، ثم ينظر إلى مصالحه الشخصية. هو لا يرضى أن يرى للكفر وللنفاق موقعا متقدما على الإسلام، ولذا لو استدعى الأمر منه أن يجاهد بنفسه أو بماله أو بأهله فإنه يجاهد في سبيل الله عز وجل، والجهاد عزا للإسلام وذلا لأهل الكفر والنفاق. تاسعا، هو يستعين على ذلك كله بالصبر، المادة التي تزوده للاستمرار في هذا الطريق ومقابلة كل هذه الصعوبات هو الصبر، وهو يعلم أن مردود الصبر بالنسبة إليه في الدنيا متحقق في تقوية الإرادة، في إخراجه كإنسان صلب، وأيضا في الآخرة، لأن الله عز وجل وعد الصابرين أن يدخلهم الجنة بغير حساب، فهو يتطلع إلى هذا العطاء الإلهي، والصبر معونة على استجاب الأجر. عاشرا، إنه يشعر بالانتماء القوي إلى مجتمعه، وبالتالي إذا انتشر أي فساد في هذا المجتمع أو تخلى المجتمع عن شيء من مسؤولياته فإنه يبادر بالأمر بالمعروف ويبادر للنهي عن المنكر من أجل أن يضمن استمرارية وسلامة حركة هذا المجتمع، لأنه يعلم أنه لو حفظ نفسه اليوم من هذا الشر فإنه لو انتشر في المجتمع حتما سيتغلغل، إن لم يكن إليه شخصيا فإلى أهل بيته، إلى الأقرباء، إلى القريبين منه، إلى الدائرة القريبة منه، وبالتالي يبادر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه حريص على المجتمع وحريص على نفسه، والأمر بالمعروف مصلحة للعامة. الحادي عشر، هو إنسان بار بوالديه، لأن إنسان هذا الإنسان هو إنسان لديه عرفان بالجميل للوالدين، وعنده أيضا خوف من عقاب الله عز وجل في حالة العقوق، وبر الوالدين وقاية من السخط. الثاني عشر، هو الواصل لرحمه، هو الواصل لرحمه بأنواع الصلة، وصلة الرحم لا تقتصر فقط على الجانب المالي بل جانب الاجتماعي، في جانب النصيحة وغير ذلك، لما في هذا الأمر من الخير له وللجميع. وصلة الأرحام منسأة في العمر، طول عمر الإنسان في الخير والصلاح من أسبابه صلة الرحم، ومن مات للعدد ومن يريد أن تكون له الذرية الصالحة فإن صلة الرحم تجعل الله عز وجل يبارك في هذا الإنسان لتمتد من خلاله الذرية المباركة. الثالث عشر،
هو يدرك أن القانون لابد وأن يسود، وأن أي إخلال بالقانون لابد وأن يواجه بالعقوبة، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، لأن من أمن العقوبة سيكرر هذه الجريمة ويشجع الآخرين على خرق القانون، وبالتالي هو عنده أن إنزال العقوبة بمخترق القانون هذا في صالح المجتمع وضمانه من اختلال الأمن، والقصاصة حقنا للدماء. الرابع عشر هو يتحمل مسؤولية كلماته ووعوده، إذا نذر يفي بنذره، إذا أقسم يفي بهذا القسم، تعبيرنا هو رجل عند كلمته، قد تكون أنثى وقد يكون رجلا ذكرا، ولكن المسألة أن يكون عند كلمته، فهو يفي بهذه الكلمة. هذا إذا فسرنا النذر بالمعنى الفقهي المعروف، أن تقول لله علي كذا وكذا، ولكن هناك معنى آخر في اللغة العربية ووارد في الاصطلاح في استعمال القرآن وفي استعمال الأحاديث، أن يكون النذر بمعنى أن يقدم الإنسان التعويض المادي على الخسارة التي ألحقها بالآخرين. مثلا صدمت سيارة أحد، أنا مسؤول أني أعوض عن هذه الصدمة. جرحت شخص، أنا مسؤول أن أعطي الدية. فحين ذاك يلتزم ولا يتهرب ولا يكذب من أجل أن لا يسدد هذا الأمر، فهو يتحمل مسؤولياته في ذلك. والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، هو يرجو المغفرة من الله عز وجل في مقابل الخطأ الذي ارتكبه في حق الآخرين. الخامس عشر هو الأمين في تعاملاته التجارية. كثير من الناس ممتازين، يمشي معاك تمام في القضايا الدينية، من توصل الفلوس، من توصل قضية للفلوس ينسى الدين، ينسى الدين، هني شوي يقول وخ. زهراء سلام الله عليها تقول بأن هذا الإنسان لا يفصل الدين عن الدنيا في أي موقع من مواقع الدنيا، وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس، لأن هذا المال الحرام ضرر بالمجتمع. إذا اليوم أنا أخل بأمر وأغش في موضوع وأخذ مال حرام، في الغد سأكون أنا ضحية لنفس هذه القضية، وسيكون هذا سبب لدمار الاقتصاد في المجتمع. السادس عشر هو متجنب للمسكرات، لأنه يحترم عقله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن الكثير من المفاسد في المجتمع، المفاسد الأخلاقية، تنتج عن شرب المسكرات، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، عن الأشياء القذرة. السابع عشر هو عفيف اللسان، فلا يتهم الناس بالباطل خوفا من أن يسلب الله عز وجل الرحمة منه، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، فهو لا يتهم الآخرين الطيبين الطاهرين في أفعالهم وفي سلوكياتهم. أخيرا هو عفيف اليد، فلا يمد يده لأخذ ممتلكات الآخرين بغير وجه حق، سرقة، اختلاسا، سواء كان مال شخصي أو كان مال عام، هو نزيه عن ذلك، وترك السرقة إيجابا للعفة. حتى تتضح الصورة الإجمالية، أرجو من الكنترول يعرضون لنا الشريحة التالية، نشوف هذه الشريحة تعرض لنا كل هذه الصورة التي قدمتها الزهراء عليه السلام لشخصية الإنسان المؤمن في هذا المقطع. هذه هي معالم الشخصية الإيمانية التي يصنعها الإيمان والالتزام بالعمل الصالح كما أراده الله سبحانه وتعالى. وليقيم كل منا حين يقول أنه من شيعة الزهراء عليها السلام، وحين يستحضر سيرة الزهراء عليها السلام، وحين يحيي ظلامة الزهراء عليها السلام، إلى أي مدى نجح هذا الإنسان في صناعة شخصيته وفق هذه المعالم التي قدمتها الزهراء عليها السلام، والتي تتحقق من خلال الإيمان والعمل الصالح كما أراد الله
سبحانه وتعالى، وكما بيّنت فاطمة سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.